وهذا سائل يقول: ما حكم الأذان الموحد أن يكون مؤذنا واحدا لكل مساجد المدينة؟ يجوز توحيد المؤذن ويجوز تعدد المؤذنين، ما في مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له عدة مؤذنين، بلال وابن أم مكتوم، فيجوز أن يتعدد المؤذنون في مسجد واحد، ويجوز أن ينفرد واحد في الأذان. أمر واسع ولله الحمد. نعم.